شوربة خضار بالزبادي. الله على الزبادي، الله عليك يا، الله عليك يا اختي، الله يا اختي، الله عليك. شوربة خضار بالزبادي، حاضر. ايه الطاسة على النار، عايزين حتة زبدة، حاضر. ادي حتة الزبدة. حتة السمنة على النار اهي. بعد كده ادي مكعب مرق، وادي بصل. وادي حبة زعتر. طيب نحط بقى ايه التشيكناية دي كده اهو، تستوي معاها براحتها. شوربة فراخ بالكوسة والبسلة، هنضرب كله مع بعضه وبالنعناع. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. طيب كده ده شوية نعناع فريش هنا كده، بتعمل طعم، وشوية زعتر كمان بيعملوا طعم جميل وغريب. اهو شوية خضار، ادي الخليط. لسه عندي بطاطسايه اهي عشان تعمل لها تركيز، يعني ايه؟ يعني تبقى بتبقى صيصه. كده ادي كل الخضار اهو. الفراخ معاها زبادي. انزل كده اهو، ادي الهوت ووتر. وادي شوية ملح، شوية فلفل. انا مش عايز اديها دي ولا حاجة لان هي هتربط مع بعضيها، مش عايز اديها دي ولا حاجة. ادي الفراخة يا باشا اهي.